عائلة مساحة، يا أهلا. لم أنشر فيديو منذ تقريبا 15 يوم أو أكثر، فعلا اشتقت لكم. المهم، هذه الحلقة لم تكن هي الحلقة التي أنوي نشرها اليوم، لذلك سأؤجلها للفيديو القادم. أما هذا الفيديو فهو عبارة عن فيديو استعجالي، وأولا أرجوكم ساعدوني في نشر هذه الحلقة، لأن أهم شيء هو أن تنشروا الفيديو في المجموعات الفيسبوك وأيضا في مجموعات الواتساب وعلى تويتر والإنستغرام، وأتمنى تنشروا الفيديو إلى أن يصل للترند، لأنه فعلا مهم جدا. وفقط كنقطة، لن أقوم بذكر اسم هذا الفيروس في الفيديو، لأن اليوتيوب ستقوم بإيقافه وتعليمي على أنه غير مناسب للمعلنين، لذلك لن أنطق اسمه. المهم، ما أريد أن أقوله هو أن أهم سبب لانتشار الفيروس في العالم هو تجمع الناس في مكان واحد ثم انفجار الفيروس وانتشاره. من هذه الأمكنة مثلا نادي الرياضة، المحلات التجارية، صالات السينما، الكوافورة، والمقاهي والمطاعم. لذلك أفضل حل لإصابة الفيروس بالشلل وإيقاف انتشاره، أو على الأقل جعله بطيء في الانتشار، هو بكل بساطة أنت عزيزي المشاهد، عليك أن تفعل شيء واحد فقط، هو أن تبقى في منزلك لأطول فترة ممكنة، وألا تخرج إلا لأسباب ضرورية مهمة. من هذه الأسباب مثلا كأن تشتري المؤونة، أن تشتري الطعام. وفقط بمناسبة الطعام والمؤونة، قبل أيام وصلني خبر بأن الناس هجمت على الأسواق لتشتري مؤونة شهر أو سنة، وهذا في الحقيقة هو جهل كبير، لأن المؤونة والخير الحمد لله موجودة في البلاد ولم تتوقف لا عن الاستيراد ولا عن التصدير، هي موجودة في كل مكان. يعني أنك إذا ذهبت لأي محل تجاري، لأي سوق، ستجد كل شيء، وليست موجودة فقط بل موجودة بكميات كبيرة، لأن حظر السفر هو فقط على البشر وليس على السلع، يجب أن تفهموا هذا الأمر جيدا. لذلك كما قلت لكم بأن أهم سبب لانتشار الفيروس بالخصوص في إيطاليا وجعلها بؤرة للفيروس في أوروبا، هي أن الناس استخفوا بالأمر واستهزأوا بالفيروس، وفعلا تجمعوا بأعداد كبيرة في أماكن محددة، واستمروا في الذهاب للملاهي الليلية، للأماكن السياحية والتجمع هناك، والآن حالتهم خرجت عن السيطرة. لذلك الأمر ليس صعب جدا، فأنت لن تبقى في منزلك سوى لأسبوعين أو أكثر بأيام، وليس لشهور أو لسنوات، وبقاؤك في منزلك لهذه المدة سيمنع انتشار الفيروس بسرعة، وأيضا ستستطيع الدولة أن تقوم بتطويق الفيروس والتحكم في سرعة انتشاره. لذلك أرجوك خذ الموضوع بجدية، لا تذهب للمقهى وتناول فطورك في المنزل، توقف عن الذهاب لصالات النادي فهي مجرد أيام قليلة، ولا تستخدم حمامات عمومية إلا لضرورة قصوى أنت تعرفها، وبعد الانتهاء من أي حمام اغسل يديك بالصابون جيدا. هذه الأمور بسيطة جدا، ولست مضطرا لأن تضع كمامة على وجهك وتخرج بها للشارع، فهذه الكمامة لا تزيد إلا الطين بلة، هي لا تزيد إلا هلع وخوف الناس، لا تقم بارتدائها في الشارع أحسن. وأيضا شيء آخر، تجنبوا المصافحة باليدين أو بالوجه، يجب أن يتقبل الناس هذه الفكرة وأن لا يكون فيها أي إحراج، لأنها من الأمور الوقائية. هذه النصائح لو أخذتموها على محمل الجد وطبقتموها إن شاء الله سيكون خير. وبالمناسبة سلموا لي على الملحدين الذين أصبحوا يصلون ويدعون لله في الخفاء.